أسهمت القطارات الصينية في عودة الحياة إلى سكك حديد العراق التي تعد من أهم وأقدم الخطوط في المنطقة، وأنعشت هذه القطارات قطاع النقل بعد سنوات من الإهمال والتعطيل نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في بغداد تحسين طه. ثلاثة سنوات انقضت على دخول القطارات الصينية في خدمة سكك حديد العراق التي تأسست سنة 1912، وساهم هذا الطراز السريع من قطارات دي أم يو في عودة الحياة إلى أرصفة محطات القطار العراقية، كونها تمتاز بمواصفات فنية عالية وتعتبر هي الأحدث في البلاد كما يقول معنيون. كان استيراد القطارات الصينية في الوقت المناسب، لأن القطارات العاملة في السكك العراقية كانت مستوردة في الثمانينات. القطارات العاملة حاليا هي القطارات الصينية بالدرجة الأساس. تم استيراد 12 سيت قطار دي أم يو من الصين، وهي عاملة من عام 2014 ولا يومنا الحالي. القطارات الصينية تعتبر أحدث قطارات دخلت للعراق حاليا، حيث تحتوي على أجهزة تلفاز وأجهزة تقنية حديثة، بالإضافة إلى التبريد المركزي والأسرة المنام، وتعتبر حاليا قطارات حديثة بالوقت الحاضر بالعراق. الشركة العامة لسكك الحديد استطاعت أن تنعش النقل السككي بهذه المجموعة من القطارات الصينية الاثنى عشر، وأنهت حالة التعطيل الذي لحق بهذا القطاع الذي يخدم المواطنين بشكل أساسي. من جانبهم عبروا لنا عن أهمية تطوير سكك حديد العراق وردها بالقطارات المتطورة. كل العالم قاعد يسافر بها من البصرة لبغداد، وإن شاء الله باكر تطلع مع الموصل مع الكركوك. اي، ونتمنى يعني تتطور، وان العالم قاعد تجيها يعني تجي وتفضلها على السياره. تغيرت نظريه الناس لها، انه قبل كانت القطارات يعني صعبه، واحد يطلع شباب عائله يعني، فهسه يعني شويه اختلف الوضع، يعني صار قطار جديد خدمات. وتعد شبكه خطوط السكك حديد العراق من اهم واقدم الخطوط في المنطقه، وكانت تغطي البلاد بأربعة اتجاهات، مركزها المحطة العالمية في بغداد، فضلا عن خطوط دولية للشحن والنقل باتجاه سوريا وتركيا، وهذا ما توقف منذ عام 2003 واقتصر على الخط الجنوبي. كنت أطلع بصرة، موصل، سوريا، تركيا، من هنا نروح الموصل، موصل يسعدون المسافرين هواية بيها. من صارت الأحداث مال التغيير توقف القطار، والخطوط تفلشت، وقسم من الخطوط خربت، وقسم من المحطات تفلشت. وتسعى شركة السكك الحديد العراقية لتطوير أسطولها من القطارات، كون خطوطها تعاني من التقادم بسبب غياب الصيانة وعدم تحديثها لعقود من الزمن وتأثرها بأعمال التخريب. وعلى الرغم من حاجة العراق إلى مجموعة جديدة وحديثة من القطارات، إلا أن الأزمة المالية تحول دون ذلك، ما قد يدفعه إلى التعاقد عليها بالنظام الآجل أو فتح مجال الاستثمار في هذا المجال. تحسين طه، قناة CGTN العربية، بغداد.